العربي السوري عقود من العمل والاستمرار في عيده 57 رحلة في الذاكرة. بين الماضي والحاضر من قارب الستين من عمره، فهل للأسماء صدم؟ وهل للإنجاز أثر؟ كيف لا يكون؟ كيف لا يكون وأنت أمام شريط الذكريات، وأنت تطلق رسالتك الأولى إلى العلن؟ وأخيرا التقينا. وأخيرا التقينا. التقيتم بالتلفزيون العربي، هذا الصديق الجديد الذي يدخل بيتكم لأول مرة. في تلك الأيام كان الإرسال لمدة ساعة ونصف فقط. في اليوم الأول من داخل استوديو أنشئ في قمة جبل قاسيون، تعرف السوريون على ما كان يعرف بفن الفرجة الذي لا يحظى به إلا القليل القليل. يا سيدي، وبصراحة لا أستطيع. مرت الأيام واستمر الحلم. نبدأ أعزائي المشاهدين طلباتكم بأغنية عمرو دياب، طلبتها سوزان الحمويتي ليها إلى الصديقة سمية وإلى الوالد والوالدة والأهل جميعا. مباشرة هناك وصلة غنائية للفنان الكبير صباح فخري، وبعد هذه الوصلة الغنائية نتوقف مع أحداث الحلقة الأولى من المسلسل السوري الجديد الحقد الأبيض. البطولة في الحقد الأبيض لواحة الراهب، صباح عبيد والفنان حاتم علي. هذا الحلم الذي يدفع للتفكير مجددا، أو المقارنة إن صح التعبير، بين تلك الأيام وما نعيشه اليوم.